تحياتي، مرحبا مرحبا، نهاركم فل الناس كلها. اهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من الماتينال سيديس على اي اف ام. نهاركم فل، نهاركم ياسمين، نهاركم اسعد الايام. ربي يبقى عليكم الصحة والعافية، وإن شاء الله نهار باهي ما تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة. 7:07 صباح جديد، أمل جديد، أخبار جديدة وتيمونياج جديد، شهادة حي جديدة باش نسمعوها من مواطن تونسي مشجع مكشخ كان موجود في مصر في آخر الجمعة اللي فاتت، كان يمني نفس أنه يكون حاضر في الاستاد باش يشجع جمعيته، وفجأة ولا حلمه الوحيد يروح لتونس بعد ما تم إيقافه قبل الماتش بنهار في جرة مريول سبيسيال من البوتيك الرسمي للترجي الرياضي التونسي. شنو فيه المريول؟ كيفاش تم إيقافه؟ وشنو صار فيه في الإيقاف في مكاتب أمن الدولة المصرية؟ خليكم معنا بعد شوية باش تسمعوا الحكاية الكاملة من عند الشخص نفسه ساعات بعد ما تم ترحيله. مرحبا بكم في حلقة الأربعة 29 مايو 2024 من الماتينال، باش نحكيو فيها زادة على حجوزات جديدة لمخدرات في ميناء حلقة الواد، باش نحكيو فيها على ما أهم شغل التوانسة في مواقع التواصل الاجتماعي في 24 ساعة الأخيرة، باش نحكيو فيها سبور، وباش نحكيو فيها على الموسم السياحي زادة القادم في تونس. أخبار الـ 24 ساعة في تونس والعالم تسمعها في حلقة الأربعة 29 مايو 2024 من الماتينال سيديس على EFM. EFM بالسبعة للعشرة متاع الصباح. فوز عبيدي أريج الحمروني، صباح النور. صباح النور خالت حيليك لكافة الفريق ولكافة مسامعي إذاعة EFM. أسامة سحبي، صباح الفل. صباح الورد خالد، صباح الفل ريج، وصباح الأنوار للناس اللي يسمعوا فينا الكل. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تفرجوا فينا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام وعلى شين يوتيوب اي اف ام تي في. البداية برانديفو جديد تمنهولنا صديقتنا ايه بالغايب باللي مسكينة عملت برشا ساعات تسمع في ليزيميسيون الكل نتاع اي اف ام، باش تختار لكم لي ميور مومون من كل برامج اي اف ام. لو زابينغ دي 24 اي اف ام توت سويت مع ايه بالغايب. EFM في 24 ساعة. عسلامة ومرحبا بكم على EFM أحلى راديو. في EFM 24 باش نحاولوا نعملوا بكم دورة على لي مومون فور نتاع برامجنا. أيا نبداو بالبرنامج الصباحي. إيه نعم، مازال عندنا برنامج راهو صباح سيديس مع خالد العبيدي، ونختاروا أنهم يحكيوا على التحيل والكنوز بعد ما مرة تونسية عدتها على الشعب التونسي ولمت 500 مليون، كم كوا تنجم تخرج الجن من الإنسان. نسمعوا التحليل كيفاش كان. تمنوا ولا ما تمنوش؟ عشت عندكم حكايات مع كنوز؟ علاش خليت التحيل ومشيت الكنوز خالد؟ الكنوز تولي إدمان عند العباد اللي تدخل في الدومين هذا. أنا ممبر في دي جروب سيغ فيسبوك كنوز ودفاء إنه حاجات من نوع هاي ليه القوة وين؟ أسامة السعفي مش عاجبه مقدم البرنامج كيفاش خلى التحيل ويسألوا على الكنوز، وبعد يطلع ممبر في جروب كنوز وتفائل. يلا نمشيو البرنامج اللي بعده، سبور شيك مع مهدي العيدي في تعويض لزميلنا أمين جلانزا اللي اختاروا إنهم يحكيوا على نزول فريق الأبها والحزم السعودي للربطة الثانية. هكا كان التحليل مع خالد القربي وعبد الستار بن موسى. كيف نرجعوا الايامات القادمه نحكيوا عليهم؟ وابها للحزم يظل يتاحوا كم طيحه معها للبارح قبل الماتش مانع الخدود جايه نتاع زكري ما يعملش اتلات والله المدرب نتاع الخدود جايه الكرم نتاع عام بوزيان وقت يسجل هدف كيف الذوق هذاك معروف راه نعملوا طلع على برنامج العب يلا مع وليد زريات وين كان موجود لطفي بندقه ككرونيكور. هاو قال لك عاملين هدنه خاطر المده الاخرى ولاو كالفاره والقطوس لو شنو حوالي عايش كوليد مريت المريول هذا برجولية من أعلى تراز. شباب شباب أو شوفوا فيه في الإكران هذاك على السورية ومشمرها شبابة بلاش كل كل أجيب كله على روح كل أوفيسي كل أجيب كله على روح تبارك الله ملا هدنة هذه كما هدنة لو خيين ظهلي مش مشكلة. نكملوا برنامج الدوامة بلوس مع محمد الخميسي في استعداداتنا للدربي. نحب نقولكم اللي عنا دربي راو في الإذاعة عندهم دايدة ما بين عربي سنجرية وخالد تويتي، هو راو يبدو رايدين إلى أن يشعلهم محمد الخميسي ويحكي لهم على درب العاصمة اللي بش يصير نهار 2 جوان. نسمه شنو صار كردوزو؟ الترجي ليس فريق عادي، الترجي طريقة حياة خالد. الترجي بالحق طريقة حياة، منتي راك رديتو عادي. قلت عليه كراكوزو قلت عليه كراكوزو يجي نقول لك يا عربي راهو الترجي والله والله كي نحكي كورة راني الترجي كانت 18 مات تدخلت 6 مع كردوزو بش يخلطوا موانزة. يلا كانت هذه اي اف ام 24 اليوم، نرجعو لكم غدوة في دورة أخرى. يلا كانت هذه اي اف ام 24 اليوم، نرجعو لكم غدوة في دورة أخرى. يلا كانت هذه اي اف ام 24 اليوم، نرجعو لكم غدوة في دورة أخرى. في الأمان وباي باي. اي اف ام في 24 ساعة.
السبعة وثناش دقيقة. شكرا ايه بالغايب على الزابينج. اسمع من اصعب حاجات تتعمل في 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 الراديو الزابينج. انا جوزي لو زابينج مي انا قبل جيتي شانسو كنا نخدموا ميديا ماك قبل صحيح. انا جيت في تومبوك سيزون اللي فيها برشا بوز وبرشا برشا جو سيزون تاع ليميسيون امبوسيبل وطلع تاع مريم الدبيع جافي بوكو دو ماتير. اما اللي يعمل زابينج في الوقت هذايا صعيب شوية حير عليه ما عادش فما تلافز برامج اغلبيتها سياسية وغيره. ان توكا ميرسي اي بالغايب وتحية لكل من يعمل زابينج في تلافز وفي الاذاعات نتاع تونس. شنو اموركم في فورما؟ سافا؟ سافا نقص النوم شوية؟ اي نقص النوم شوية الحقيقة بيان سور وجي سيف تترقد مشكلة احنا كي جي سيف نزيدو ما نرقدوش اكثر. حاضرين بروجرامات للصيف ولا؟ والله البارح نحكيو فيه الموضوع تفضل. اي نحكي لك يعني شخصيه لا بالحق واحد يبدا يخطط للصيف من قبل يبدا يخطط تو باش تبدا تخطط من قبل. قلت انا انت معروف قبل من شهريتك الكبيره المعروف عليك انك كل شهر تحط 600 دينار للبروجرام تاع الصيف الفرنساوي في مخك. عادي نعدي لك نشر الاشاعات خالد العبيدي على خاطر المعلومات المغلوطه اللي قاعد تقول فيها. احنا شهارك الناس كل واي شهار في تونس بيان سور يعمل حساباته باش يحاول انه يتفرط في الصيف هكا الفتره اللي ياخذ فيها كونجي الكونجي الانويال نتاعو يحاول على الاقل انه يتفرهد. مازال التونسي قادر انه يلم في وسط العام باش يصيف والله الصيف. صدقني ما يلمش اما يصيف بالكريدي. التونسي يهون على خاطر انه يتفرهد اما شنو يقعد مرهون عام كامل. شوف التونسي يترهن في علوش العيد يترهن في كونجي الصيف يترهن في العودة المدرسية يترهن في رمضان. دونك المواعيد هذوما الكل راه التونسي ياخذ فيهم قروض استهلاكية باش ينجم يعيش باش ينجم يتجاوز هكا الفترة. قابلك لو كونتر اكزامبل المثال الحي نتاع العبد المنظم اللي كيما قلت انا يحط من شهريته كل راس شهر باش يلقى ما يصرف في الصيف هكا ولا قداش يحط من شهريته؟ انت ما نعرفش ما نعرفش نقول خاطر كيما قال لك تعدي لي نشر اشاعات تحب نقول شهريته قداش؟ لا ما نجمش سامحوني ما نجمش نقول شهريتي قداش ولكن بالعكس راني انا عكس بتاتخ ما يظهر لك والعكس ما انت قاعد تقول للمستمعين. انا انسان ياسر ماهوش منظم كيما التونسي اللي يحكي عليه اسامه. يعني ما يهموش ادخر خطه حظ الروح والا لي الصيف فلوس موجوده ولا ماهيش موجوده باش يتفرهد بامبورت كيفاش ما يهموش. معناها في الطريقه من بعد يلقى روحه عنده كريدي كبير على خاطره تفرهد. يعني بلغتنا نحن اللي جايبوا نهار هزوا الليل في الصيف ما يقلقوا جمله تونسي محضر ولا مش محضر. انا ياسر نحب الصيف ما يقلقنيش حتى نخرج في القويت. المهم الصيف موجود دنيا مفرهده انا على البحر خرجت صيف خرجت نهار خرجت ليل ما عندي حتى مشكل. المهم في الصيف هو السؤال نرجع اقول ينجح حتى كان انسان منظم حتى كان مواطن تونسي؟ لا لا ما ينجمش ما ينجم لا لا التونسي ما عادش ينجم لانه كما قال لك اسامه عندنا برشا مواعيد. التونسي بالحق حافظ على تقاليده فيها ما يفلتهمش تبارك الله. نحن اعيادنا ومناسباتنا برشا كتوانسه وخاصه كمسلمين دونك من غير تخطيط خاطر ما ينجم مش حتى يخطط يلقى روحه يكون في الموعد في هذا الكل. ولكن إجابة على سؤالك التونسي لا غير قادر أنا فما حاجة أخرى كنت مصروف فما حاجة أخرى ولت كنت مصروف فما حاجة ولت نرفزني ياسر في الصيف اللي التبحيرة ولت بالفلوس. التبحيرة ولت برشا فلوس. التبحيرة ولت بروجرام من باركينج وانت مش أي مش عادية الحكي حتى احنا نحبه كيك. شنو خطر احنا خطر احنا سهلنا انه العباد يستغلونا نمشيو للشواطئ المعروفه. فما 1300 كيلومتر كود في تونس علاه تمشيو للشواطئ اللي سامحني باش تحب تحط كرهبتك في بلاصه رايضه وتاخذ باراسول هز باراسولك وزوز كريسي وامشي انطلق خويا الشواطئ اللي اي حتى انا ذاك اش نعمل هذاك اش نحب. اون بليس شوف خالد نحب نقول حاجه ان نحترم المؤسسات والشركات اللي تعطي حق الموظف في انه يعيش عطله صيفيه محترمه تسهل لهم تعمل دي كونفونسيون مع الوتله تعمل دي كونفونسيون مع البلايص اللي تنجم تصيف فيهم وتعطيهم ميم دي زافونس سور سالير فهمتني وتخليهم يصيفوا في احسن الظروف. دايوغ انا في الحالات هذيا بصراحه نعمل على زوجتي لانه في خدمتها والناس كل تعرف خدمتها مش بيب ولا حاجه خاصه ولا بعد سمي اوكي فهمت
لأنه بالحق يسهلوا لهم كيفاش يبرمجوا للصيف ويعطيهم معناها دي زوبورتونيتي ويعطيهم كل التسهيلات وتخفيضات بين باش يعيشوا. أما فما حاجة نحب نأكد عليها الاستثمار حتى في مش يصير هالشيء ذي شنو بش يصير؟ أبرتين من الصيف ذي عندكم كل واحد كريم تاع شتردة الحمد لله بيه ربي فضل يسمع منك ربي وحامد مع بعضهم الزوز بيه خلينا خالد جوز نقولوا حاجة إنه راهو القطاع متاع كراء المنازل الصيفية معناها الديار الخلاع راهو قطاع ماهوش منظم بقانون راهو استثمار واقتصاد موازي العبيد قاعدة تتمعش منه أنا نعرف شكون يخلي داره في الصيف يمشي يسكن في دار في دارهم ولا في دار والله العظيم جتني أوفر في داري قسما بالله انا كيري ستوديو ب 540 دينار قالوا لي تخرج منه ب 500 يورو في الشهر هاو استثمار ريت الاستثمار ريت الاقتصاد المويل وين مش نسكن في الريت تعدي لك طبيضة مويل من بعد خاتيني ما نمشيش في الجو ذي رد بالك توا تقول لي انت عاد تصيف الموناكو معروف ايش نقول لك حاجه يقول لي في الميكرو استغل الفرصه يقدم لي سي بون صوت الانثوي هذه مش اريج جيين باش ما يخلطوش الامور واش انا اللي نمشي لموناكو استغل الفرصه ننصحك ناي. فرصه ما تجيش ديما لا لا ما نستغلش الفرصه ورفضت على خاطر الامور غير قانونيه كنت عدي ولا فتره فيك لا تبصينا تفضل مرحبا بكم من جديد 27 دقيقة حلقة الأربعة 29 مايو 2024 باش نرجعوا مرة أخرى للي صار حول مباراة الترجي الرياضي تلونسي والأهلي المصري يعني باش نحكيو كورة باش نحكيو مع واحد من المشجعين اللي تم إيقافهم قبل المباراة شاهدة حية من واحد من المكشخين اللي تم إيقافهم مانيش سميوه لأسباب خاصة أما باش نحلوا الميكرو باش يحكي كما صارت الرواية بالضبط من أليفها إلى يائها من نهار اللي تم إيقافه إلى يوم ترحيله صباح النور أخير أمورك بيه يا بابا الحمد لله موجودين الكل مرسي بوكو اللي عطيتون في الأوكازيون مش واحد يحكي اللي صار عليه في آخر خمسة أيام تفضل بيه الانطلاقه كانت نهار الجمعه مشيت لمصر نهار الخميس مشيت لمصر اي سي سي بوسيبل باش نحكي من اللي وصل تفضل نهار الخميس 9 تاع الصباح ربي لحظه بركه اسكو تسمع فينا اوبرلور تكلم فينا اوبرلور لا لا ايربود باه خاطر الصوت فيه شويه ايكو كيف نجم تكلم التليفون ديريكت باه توتسويت باه تاكل شويه وقت العمليه اون توكا باش نعاود نفكر تسمع فيا خير لا نسمع فيك خير برشا تفضل بابا وصلنا نهار الخميس 9 القاهر مشينا على تركيا احنا بعد 12 ساعة من اللي خرجنا من تونس الحقيقة للتقبيل في المطار كان بي ما عطلوناش تعطينا ديريكتومون احنا مشيت بوري دريكلا عندي فيزا من المونية للتقبيل بي فرحوا بينا ما عطلوناش خرجنا نهار الأولاني نهار الخميس خرجنا ندورو نحاوطو في القاهرة خاطر أول مرة نمشي أنا والناس العباد الكل فرحين بينا الشعب معناها كيما نقولو نحط كتفق الورد ما دار بينا حد العباد الكل تفدلك معانا تحكي معانا كيركوتوا جمهور الأهلي ولا جمهور الزمالك العباد الكل تفرحت بينا بالكدا نهار الجمعة ومنا مشينا حبينا نعملوا سيركوي توريستيك سواديزون تاع وسط البلاد نتاعهم مشينا صلينا بيت الجامعة في الحسين مشينا للأزهر بعد عملنا دور على سفينة في خان الخليل بعد مشينا قلنا خلينا ناكلوا مع الأربعة كيكة ناكلوا كشري كيما أي واحد يمشي لمصر بشكل البلا تراديسيونيل نتاعهم دخلنا كلينا في ريستوران عادي على الاخر خرجنا من الريستوران نلقاو فما زوز توان صغيرين لابسين بلاو الترجي قاعدين يحكيو معاهم جماعه صاروا ويصوروا فيهم بالتليفون كي خرجنا احنا ولينا خمسه حتى واحنا لابسين بلاو الترجي زادا حكاو معانا انا لابس مليون نتاع الترجي اللي هي خرجت ايديسيون دو سوتيان للقضية الفلسطينية بعد اللي صار في أحداث أكتوبر في غزة من البوتيك الرسمي للترجي الرياضي التونسي بوتيك أوفيسيال من الترجي التور معناه قديمين وحتى جاء معناه جوارات لعبوا به
بيه هو المريول اللي دور يتباع معناها حتى اونلاين نجم انت حتى ماكش في تونس نجم تشريه المريول نجم نوصفه لكم هو المريول الاكحل في شعار الترجي والبراند اللي نلعبوا به اللي هي السبوتر في سياد بالاكحل وفي درابو صغير نتاع تونس ودرابو صغير تاع فلسطين من قدام ومن تالي مكتوبه فلسطين انا زدت كتبت فيه كلمه غزه داكورد متفاهمين لبس المريول هذاك اوكي وجانا جاني واحد قال لي راهو فما واحد حاجته بيك مش يحكي معك بوليس ولا سيفيل اللي جاني سيفيل اللي جاني سيفيل ويعطي بيه قال لي راهو فما ذاك حاجته بيك مش يحكي معك مشيت كأيها الناس معناها ومعايا زوج صحابي انا فهمتني مشينا على ساقينا على السلامة على السلامة قال لي انا راني ضابط فهمتني ونحب نحكي معكم شوية قلت له تفضل قال لي شو اسمك عطيته اسمي صحابي عطاوا سميهم مرحبا مرحبا وقتها جيت وجينا البارح قال لي نمشيو للمركز باش نثبتوا في الفيزا نتاعكم في طريقة الدخول قلت له تفضل مرحبا مشينا نطبقوا فيه على ساقينا نمشيو ما فما حتى مشكلة نزلوا فيه قلنا له عملنا حاجة فما حكاية قال لي ليه ليه فما حتى شيء إجراءات روتينية دخلنا الأقرب يسميهم هما نقطة الشرطة دخلنا معاهم غاديك عطيني تليفوناتكم عطيت أنا تليفوناتي عندي زوج تليفونات فهمتني وبدا يسأل فيا كذا وقت جيت وقت وصلت وين تسكن بالضبط في هونيا عمل هكايا قال لي المريول هذايا منين جبته قلت له المريول هذايا راه مريول نتاع الترجي شريناه من الترجي ستور العالم كل شيء فو لعبت بيه جمعية معناها مريول عادي مانيش عامله وحدي باهي قال لي بيه فركس كمل فركس وانا فركس ولي باكوش وكل شيء بعد عمل هكايا جا عيط قال له خرجني لبرا صورني انا والمريول قال لي دور وصورني ويبعث بعد ما صورونا عملك ايه قال جيبوا لهم كهرباء جابوا لنا كهرباء طلعنا في الكهرباء فين البلاصه كيف يعني بيلدينغ كبير مع على الاخر فهمتني مديريه ان شيك اسمها الحقيقه دور الجديده حاجه هكا دخلنا مع مرعوبين احنا ديجا ما فهمنا شيء يا اخو نسالوا فيه لا قال لي هذه دقيقه تقابل الباشا وتروح ايه يبقى فما حتى مشكله مازلنا احنا نتابعوا تتبيع معناها قالوا لكم تفاصيل روتينية إجراءات روتينية باش تروحوا توت سويت كل شيء وعندكم رايحين معناها كان نقول لك أنا الكلمة اللي ولينا نضحكوا عليها مديناتنا هي نص ساعة وحتروحوا نص ساعة عطينا فيها ثلاثة أيام وعشرين ساعة باه كيفاش كيفاش تورت الأمور؟ كيفاش تورت الأمور من غاديك دخلنا قعدنا استنيه وبعد دخلنا قدام سميوه هما المأمور يعني هو أقوى رتبة في البلاصة هذيك اللي احنا دخلناها رئيس مركز قولوا احنا كيف ما قولوا أما زي بفضل هي مدير أقليم يعني مدير أقليم كريمو مدير أقليم مدير أقليم العباد مرعوبة ديجا غادي كان منه فهمني قبلنا مدير الأقليم سألني كيف جيت منين جيت كذا والمديولة زي يعني جبته فسرت له فهمتني قال لهم باسبوراتهم مين قلنا له باسبوراتنا راهو في الدار معناها ما عندناش باسبوراتنا تحتنا عندنا تصورهم ديجا مديناهم للضابط اللي وقفنا في التليفونات عندنا تصور باسبوراتنا راح يلقى واحد يخاف من السرقه من كل شيء يكون عندنا تصويره كل واحد على باسبور ومشينا هزوكم للدار قالوا لي ما لا برا هز واحد منهم خلي يمشيوا للدار يجيب باسبوراتهم فهمتني خرجنا قعدت انا واحد البرة وهزوا صاحبي لاخر للدار جاب الباسبورات كي دخلوا للدار لقاو الكوفية اللي هي انا اللي هما يسميوها كوفية نحن نسميوها كشكول الاسبيرونس كي خرجت وقتها مع المريول خرجت زادا كشكول اللي هو فيه بارك اون بارتي مكتوبه فيها نحن اهل القضية بالاحمر والاصفر والابيض ومشيرة الاخرى فما دربوا تونس ودربوا فلسطين وفي الوسط فما وليدها نتاع الترجي لابس كوفية معناها الكشكول كيف كيف من الترجي دور العباد كل تعرف واضح 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 بابا نسمع فيك هزوا الكشكول وجابوا صاحبي وجابوا الباسبورات وحنا قاعدين نستناو مازلنا نستناو من بعد خرج
قالنا هاي باش نمشي وين ماشي يعني. قال يا سيقوم باش تروحوا أخبطنا طلعنا معاه في كهرباء مشيوا هزونا المركز المباحث باه طلعنا المركز المباحث قعدونا في معناها في سال في مسال فهمتني اي ومثلا احنا يا خويا يا خويا كهو عاد من بعد نستنوا احنا ما نفهمين شيء عمل لك ايش عيط لي لولاني قال لي يا برا ادخل للبيت هذيك دخلنا البيرو خلط علي اصحابي نلقاوهم معناها عملوا لنا طاوله هكا بيضة وغلفوها بناط وحطوا قال لي يا نحي المريول اي فهمتني انا مش تابع معناها عندي مريول اخر معايا جايبه في الساكوش مريول عادي معناها مش تابع فارجي فهمتني قلت له نجم نلبس المريول هذا قال لي يلبس ناحية المريول اللي بتاع الترج المريول الاخر وصحابي واقفين بجنبي حط المريول على الطاولة حط الكشكول وحط لنا 4 تليفونات احنا كي شفنا السينة ذيك التصوير ذيك سيئة قلنا شيخي تفجعنا بنا قلنا له يا اخي شنو هذا يعني قاعدين نتصوروا بالمحجوز صورونا مع ذاك وباقي ما فما حتى تهمة ما فما حتى شيء وتسألوا ما يجاوبكم حد ما يجاوبنا حد خنكلمه نجموش يكلمه شكون كان عاملين حاجه خنجيبه محامي خنكلمه سفاره ليه ما فما شيء علاش وعلاش انا نقول له خاطر انا نقول له مرتي اونسانت وراهو متحيره وكل شيء قال لي ليه علاش باش تقلقها وتقلق داركم باهي وكيف كملنا معاهم هكاك في الحكايه من بعد عمل هكايا جاو هبطونا من دروج دخلنا منا خرجنا من غادي ما مخرجناش من البلاص اللي احنا فيه. تك تك نرقاو روحنا في مركز. باهي. قعدونا في كراسي حديد. فهمتني واحنا مازلنا منا فاهمين شيء عمل لك قال له برا دخلهم. وايش دخلنا؟ دخلنا الحجز. حجز. دخلنا الحجز. احنا ما بالكمش اساسا اللي فما قرار تاع حجز سوزي فيت شوك بالرسمي نقول لك راهو متنا معناها ما نفهمين شيء مانيش مستوعبين مانيش عارفين هو احنا يا خويا بربي خنكلم وبربي كذا خلي ليه قالوا فركسهم وطخلهم فركسوا انا حاولنا كل شيء معناها نقول لك مون قال برسلي لونات فلوسنا عندنا فلوسنا معناها جنيه وتحتنا زاد دوفيز اللي سافرنا بيه فهمتني خليوا لنا شويه جنيهات في مكاتبنا اي فهمت والباقي كل حجزوا كذب على ربي حرام حتى واحد ما سرق حتى كي نقول لك جنيه باهي ما مسكناش فلوسنا وما داروش بينا جنب هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه حتى واحد ما مسنا ولا دار بينا ولا ضربنا ولا قلنا كلمه عيب كذب على ربي حرام معناها انا نحكي باش على ميت محمد عداها الحكايه اللي صارت لي فهمت ما يجيش باش لا نكذب لا باش نظلم العباد حتى واحد وكذب على ربي حرام هكا احسن جابوا لنا المال مره في البيت الكل مشينا لهم باه لقيتوا رواحكم في الحجز كنا واحنا في الحجز هو اللي وصى علينا السيد اللي شدنا الاولاني اللي فهمنا اللي هو السيد الاولاني هو من الامن الوطني هو الاكيفالون الزوري نتاع الدوله في تونس فهمتني وسع لان باش ما يدوروش بينا باش حتى شيء وباش يقعدونا في بلاصه باهيه البلاصه باهيه اللي قعدونا فيها هي زوز متر على متر ما فيهاش شباك ثلاثه من الناس احنا ثلاثه وديجا فيها زوز اوكي واضح زوز متر على متر وما فيهاش شباك هذا البلاصه الباهيه اي ما فيها شباك قعدنا امور قعدنا هذيك هذا احنا توا في نهار الجمعه هذه نهارة الجمعة هذه نهارة الجمعة مازال نهارة الجمعة في الليل نقدموا شوية ترى نقدموا شوية مع ماضي ساعة نتاع الصباح جاو لابسونا الليمونات وطلعنا مشينا للبحر واضح مشينا للنيابة ماضي ساعة ونص تاع الليل ساعة ونص تاع الصباح ماضي ساعة ونص تاع الصباح معناها اون اور ترون دو ماتا سامتي اوكي واضح طلعنا المحكمة ما زلنا رانا كي نقول لك احنا ما فاهمين شيء وما زلنا ماناش صادقين اللي صاير لنا هكا هاو طلعنا محكمة قابلنا النائب العام نلقاو العباد غاديكا معناها تستنى فينا واللي يشوف الحكاية معناها أصلا يتشوك قلنا جايبين لكم على مريول انتوما سور عملتوا عندكم مريول يا أخي هذه الحكاية هذيك هاي هاو دخلنا سمعنا بالواحد بالواحد حكيو لنا صار
حكينا البشتار همني خرجنا البرة بعد ذاتك خلينا إخلاء سبيل إخلاء سبيل بي يخلينا إخلاء سبيل فرحانين نحن مش نورمال فرحانين على الأخر على الأخر رجعنا للمركز رجعونا للمركز هيا قالونا نص ساعة وتطلعوا تقابلوا رئيس المباحث وتروحوا دونك في المحكمة عطاكم القاضي التحقيق عطاكم إخلاء سبيل رجعتوا للمركز إخلاء سبيل رجعنا للمركز بي. نص ساعة وطلعونا لرئيس المباحث تفضل رجعنا لرئيس المباحث صححنا الكلنا فما رجيستر اسمه دفتر المفرج عنهم حطونا ليكوردونين تاعنا امباران يصورونا باسبوراتنا كل شيء وناسيني بصمنا وفات المشكلة وتصورنا فما كل واحد معناها على ورقه اكاد كتقولوا اسمه لقبه تاتونيسون تاعو ونمرو باسبورو وتحت اخلاء سبيل بالماركور اوكي صورنا بالواحد بالورقه هذوما بعد ما تصورتوا بعد ما تصورنا قطع الوراق وقالوا رجعهم للطف بعد ما صححتوا على ورقه اخلاء السبيل تصورتوا بورقة أكاد فيها الكوردوني متاعكم لزافورماسيون بيرسونيل متاعكم مع إخلاء سبيل مكتوبة بالماركور ثم تصورتوا هما قطعوا الورقة ورجعوكم للحجز رجعنا أخويا اللوطة معناها ميمبا نفذوا قرار المحكمة متاعهم ما نعرفش رجعنا اللوطة ما يجاوبك حد بعد نحكي لك مع مثلاثة متاع السباح باش واحد قدي راهي هي إجراءات روتينية على خاطركم أجانب ما كومش باش تخرجوا توا هذا باش تتعدي على إدارة الجوازات واضح ومن إدارة الجوازات باش تمشي وقال لي على الأمن الوطني لازم يصير تنسيق ما بين زوج إدارات باه باه لوجيك لوجيك معقول بربركاي هذا باقي نهار السبت قبل الماتش راهو ايه كل نهار السبت ومن بعد قال لي نقول لك الحقيقة واحد قال لي باش تخلطوا تمشيوا تتفرجوا في الماتش ما تخافوش احنا قلنا له ما عادش نحبوا نتفرجوا في الماتش احنا وقتها مخنا كانش نهنيو عائلاتنا خاطرنا معناها نحكيو مع عائلاتنا ديما انا بيرسونيلمون معناها مرتي مونتان في الشهر السابع دوكو كان معناها جو لابيل ريغوليرمون معناها نحكي معاها اون اور معاها واضح هاي فهمتني هكا قعدنا غاديكا الحقيقه معناها حتى واحد فينا ما نجم يرقد وحتى واحد فينا ما نجم اصلا يقعد واقفين عادينا ليلة واقفين ما نجمناش لا عنا بلاصة لا هي معناها الكادر يخليك حتى باش تقعد باش تحط تقعد على روحك كهو في التسعة متاع الصباح افكتيفمون لمونا مع العباد الكل فهمتني مينوتي طلعنا مشينا عملنا تور وصلنا الاخرين كل واحد وين ماشي كل ماشي المحكمة هذه ماشي الحبس هذه ماشي التراوين واخر عباد احنا في اخر اخر مره هبطوا عبيد جابوا هبطونا احنا زاد من الكهرباء طلعونا في كهرباء اخرى لقاو معنا ثلاثه توانس اخرين جاوا هما غاديك هذوما وقفوهم خاطر لصق ستيكرز تصور فهمتني لصق ستيكرز هاي سمعنا بها ماي سمعنا بها ماي ناقص ثلاث اولاد مشينا دخلنا نحكيو معهم وكل شيء مشينا لإدارة الجوازات دخلنا دخلونا إدارة الجوازات في يدو باسبوراتنا يسمي الاسم واللقب تاع كل واحد حنا نقولوا حاضر بعد قالوا يخرجهم تو نص نهار نعطيكم القرار باه قعدنا نستنيو نقدموا شوية صديق نقدموا من بعد مشينا هزونا البلايص اخرين على خاطر لازم نوصل عباد رينا فيهم زاد حاجات الحقيقه تفجع على الاخر مشينا البلايص ومشينا المراكز اخرين اللي هما مش هذاك اللي احنا فيه اما فيك معانا عباد موقوفين لازم نواصلهم احنا دخلنا معاهم غاديك ورينا حاجات معناها كدراماتيزون توا الحقيقه واحد يغمض عينيه اللي يحلم بهم باهو من بعد في الاخر مع الخمسه ونص السته رجعونا للمركز اللي احنا فيه رجعونا احنا للبلاصه اللي احنا فيها اللي هي في اي بي فهمتني ايوه قعدنا غاديك سيء معناها اصلا سلمنا امن الرب احنا كنا لازم عايشوا مع الحالة اللي احنا فيها فهمتني بعثنا شرينا ماكلة بفلوسنا عطيناهم فلوس جابونا ماكلة وجابونا ماء جابونا شو دخان قعدنا قلنا برا هي اللي صاير باش تتعدى الحكاية في وسط بعد الماتش بالضبط فهمتني واحنا راهو نحكي لك هذا كل من نص نهار حتى يكشي الوقت الماتش اللي هو 8 تاع الليل واحنا نسلو بالواحد بربي جاشي هالقرار ما جاش القرار
ما جاش القرار تنسيق نستناو في التنسيق نستناو في التنسيق لين خويا جات لحداش تاع الليل تعدى مأمور نتاع المركز اللي احنا فيه صارت مشكلة عندهم هما اللوطة مع موقوف واحد آخر قالوا طلعوا طلعوا الفوق التوانسة باش يروحوا وباقي انتوما في الوقت هذا الكل طالبوا بالاتصال بالسفارة وقول لكم ليه هو نص ساعة وحتى روح باش تروحوا هذيك هي نص ساعة باش تروحوا نص ساعة باش تروحوا حد ما يعرف علينا حتى حاجة واضحة اوكي هكا هو مع الحداش نتاع الليل سمعتنا كالخبر اللي هو بدا بالزهر راح جابوا لنا سيد هذايا حطوه بحذانا اللي عامل مشكله اللوط. اي. فهمتني؟ ومن بعد جاو ناي قالوا لي خاطر انا قلت له خويا كان باش يروح نحب نلموا حوايجنا معناها هذه جاتنا في الدار اللي كريناها احنا. اي اي. قال يا اخي هز واحد منا لم الحوايج ومن بعد هزونا احنا الزوز و هذا يصبح لحد احنا تو. هذايا مع نهار السبت نهار لحد ما نص معناها نص الليل ونص ماضي ساعه نتاع الصباح. باهي. مشينا لمونا مع التوانسة الاخرين الكل اللي موجودين ومشينا هزونا للمطار دخلنا للمطار من اوتيل عبد تفرش فينا ما احنا سين تاع احنا من اوتيل نحبوا ننساوها هكا هو معناها من حيث هكا هو دخلونا المطار مشينا معناها كيما يقولوا اداره اللي هي نتاع الترحيب اللي فيها العباد اللي باش يترحلوا نلقاو التوانسة اللي تشدوا في خان الخليل اللي تشدوا على السلام نلقاوهم غاديك فرحانين في بينا احنا اللي قالنا الضابط وهو وصلنا قالنا باش تطلعوا في الفول تاع ايجيبتير اللي مروح توا ما طلعش نتاع الصباح اللي هو اول فول خارج من مصر. باهي. فرحانين احنا باش نروحوا في الفول هذاك. قالوا لك نو ما طلعوناش في الفول هذاك ما نعرفش انا اسكو هما ما لقاوش السيكل اسكو ما حبوش يخلصوا السيكل ولا الكومباني. ارجع اقرب للتليفون والا الكومباني ان با اكسبتي. المهم ما طلعتوش. هاي. المهم ما طلعناش طلعوا جماعة قعدنا احنا ولينا توا غاديكا احنا ستة توانسة الطفل اللي معايا واحد من صحابي يركب من مطار اخر مش مطار القاهرة هزوه هو وخليونا احنا زوز وقعدنا مع اربعة توانسة اخرين قالونا كل واحد باش يطلع في الفول نتاعو هيك هو باش يطلع في الفول نتاعو انا فولي لو 27 ا 4 دو ماتا يكو قعدت ديمونش من الاربعة نتاع الصباح حتاكشي من غدوة الاربعة نتاع الصباح في الحجز نتاع المطار زيادة. مع عبيد اي زدنا قعدنا في الحجز نتاع المطار البيت اكبر الحمد لله ايه حتى في المطار كي طلبتوا مش تتصلوا بالسفاره شنو كان الرد؟ لا صحيح عاد احنا باش نروحوا وقتها ما عادش فيها السفاره لا شيء باهي واضح باهي وقتها معناها عطاونا تليفوناتنا كل واحد كل واحد تكلم عطاونا تليفوناتنا قدامهم كل واحد تكلم ام وابوه انا مروحين بسلامه بسلامه باهي كهو تعال قعدنا في بيت مع 35 واحد جايبينهم اكسبيرسي من ايطاليا مصاروة فهمتني والعباد كيف كيف اللي متوقفه في المطار عندها مشاكل اللي داخل بوراق مضروبه هذه جايب حاجات تعداو 24 ساعه زاد لا حول ولا قوه الاربع ما ثلاثه ونص ما ثلاثه كيكا خرجنا مشينا عملنا نور ريجسترمون عملونا هما نور ريجسترمون ما ثلاثه نتاع الصباح صباح الاثنين صباح الاثنين 27 مايو 2024 بالضبط هما غاديكا سيبنا كان ما تبعونا خلونا في اللومباردومون تك طلعت الطيار هذه هي خويا القصه على خاطر الحمد لله على سلامتك الحمد لله على سلامتك وانت كي حتى كي اتصلنا ببعضنا قلت لي راه ولا نتهم حد لا نحب ننتقد حد لغيره نحب فقط تفسير نحب نحكي الحكايه الحقيقه نحب نفهم علاش ما نحب نفهم علاش كان هم علاش خذينا اخلاء سبيل احنا علاش ما خلوناش نحكي ونكلموا عائلاتنا علاش ما خلوناش نكلموا سفاره علاش ما خلوناش نكلموا محامي علاش حبوا نفهم خاطر انا الحقيقه معناها توا نكمل معاكم انتوما باش نخرج نهز ماركي باش نمشيو معناها باش نعملوا كونترول نشوف ليتا سونتي نتاع ماركي ونتاع البي بي معناها حاجه اللي صارت لنا تعبدنا ياسر في حياتنا كذب على ربي حرام توا على رقدنا معناها كل ما تغمض عينيك يجيوك دي كوشمار اللي تعدينا به ما كانش ساهل الجمله فهمت نحب تفسير وكهو باش واحد مو يفهم على خاطر ما كان جيت شعلت فلام ولا كان جيت عملت مشكله ولا كان جيت توقفت في حاجه اخرى نعرف روحي غلطت انا اش عملت الحكايه الكل انطلقت في جرة مريول يتباع في التراجيستور اسكو غلطي انا خاطر البست مريول مكتوب عليه فلسطين ما في بيننا هبطوا كوميونيكي قال لك ما تجيبوش دربوات كان دربوات تاع مصر وسواتيسون دربو تونس في الستاد
ما متقبلناش احنا حتى في الشارع ما نجموش نلبسوا مريول مريول يتباع معناه اونليني. هو بيدو المواطن المصري كان يدخل للسيت نتاع الاسبيرانس ينجم يشري منه المريول. هذه هي الحكاية معناها ولا يحكوا علينا يعيطونا معناها هو أصلا بوليسية يحكوا علينا يقول لك جايبينكم على التيشيرت هكا معناها واللي يعيطولي أنت بتاع التيشيرت يجا ولا فهمت؟ أي هي معناها أنا معناها نسمع في القهرة متاع 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 صوتك وباقي يعطيك ألف صحة على الكنترول يعطيك حتى زيادة ألف صحة على الكلام الباهي اللي قلته على المعاملة من الأول وغيره خاطر واحد آخر واحد آخر ينقم معناه واحد آخر ينقم أما وطالب تفسير فقط توضيح المسألة لنحب نكذب لن يشبوني بش نكذب ولا بش نقول حاجة عملوا غيري ما عملوا هاديش فهمتني أما حاجتي التفسير واضح. أصلا كي في الخروج ما عندهمش معناه فماش بس نقول نقولوا احنا تيتر متاع القضايا تيتر متاع القضايا تعديوا لي حمل لفتة حمل لفتة واضح. شكرا لك صديقي حمد الله على سلامتك وان شاء الله باللطف عليك وان شاء الله ربي يوصل بالسالم للمدام ورسالتك وصلت وروايتك وصلت وبرشة تفاعلات على الباش فيسبوك وعلى الشين يوتيوب والمجال يبقى مفتوح لكل من يهمه الأمر باش يقدم إيضاحات حول ما كنا نسمع فيه من شهادة حية المشجع تونسي مشى باش يتفرج في مقابلة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري يلقى روحه موقف على خاطر لابس مريول الترجي مكتوب عليه فلسطين وحتى وقت اللي تم إصدار بطاقة الإفراج عليه تم إيقافه 48 ساعة إضافية. نعود نفكر المجال مفتوح لكل من يهمه الأمر باش يقدم إيضاحات حول ما كنا نسمع توت سويت لنفو ترافيك مواصلين بعد شوية في الماتينال. مرحبا بكم من جديد 57 دقيقة حلقة 4-29 مايو 2024 مازلنا مواصلين مع الأخبار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة بحثينا أسامة السعفي باش يحكي لنا توت سويت على حجوزات جديدة لمخدرات في ميناء حلق الوادي. هذا اللي تمكنت منه فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة في ميناء حلق الود الشمالي إثر استغلال معلومة مفادها قيام أحد المسافرين القادمين إلى تونس من ميناء مرسيليا بتهريب مواد مخدرة وضبط كمية من مخدر القنب الهندي والحبوب المخدرة الأخرى. ولأكثر تفاصيل بطبيعة الحال معنا السيد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية. سي شكري صباح النور ومرحبا. صباح الخير مرحبا بك وتحيه كيف مستمعي اي اف ام. مرحبا بك سيدي. دونك اخر عمليات الديوانه في ميناء حلق الواد كما كنت نحكي احباط تهريب كميه من مخدر القنب الهندي وعدد من الحبوب المخدره هذا في اطار عدد من العمليات الاخيره اللي قامت بها الديوانه التونسيه. لو كنت تعطينا ساعه اكثر تفاصيل على اخر العمليات هذه. صحيح كما ذكرت أسامة عن زوز عمليات نوعية في ميناء حلق الواد كالعادة وكما عودونا في ميناء حلق الواد ديما يتصدوا إلى مثل هذه العمليات. العملية الأولى هو تهريب 1.5 كيلوغرام من الزطلة تم التشكك بالطبيعة في محتوى بعض البضائع التابعة لأحد المسافرين اللي قادم من أحد البلدان الأوروبية بتفتيش للبضائع نتاعه وتم التشكك في محتوى بعض العلب من المواد الغذائية بالتحديد مادة الشاي وعلب الصابون. وبالفعل معناها بفتح هذه العلب التضحي اللي هي كانت مخبية في وسطها معناها كميات من صفائح الزطلة وزنها الإجمالي 1.5 كيلوغرام من الزطلة دون كانوا مخبيين في وسط علب الشاي وعلب الصابون. عملية أخرى كيف ثانية في نفس ميناء حلق الواد كيف أحد المواطنين قادم من أحد البلدان الأوروبية بالتشكك في محتوى البضائع نتاعو كيف نفس الأسلوب بالضبط في علب القهوة تم العثور على 1.7 كيلوغرام من الزطلة و1000 حبة مخدرة. بطبيعة الزوز عمليات هذوما نوعية كما تعرف على خاطر وسيلة الإخفاء وهذا يدل على فطنة وذكاء أعوان الديوانة اللي رغم اختلاف وتنوع أساليب التهريب وتنوع وسائل الإخفاء كل مرة معناها يعتمدوا وسيلة جديدة كل مرة يعتمدوا طريقة جديدة لكن الحمد لله عنا أعوان يتميزوا بالفطنة والذكاء اللي يسمح لهم أنهم يكشفوا مثل هذه العمليات ومتعودين على مثل هذه العمليات
بالطبيعة دونك تم حجز البضاعة هذه وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم إحالتهم على المصالح الأمنية لمزيد البحث في هذه القضايا. ممتاز جدا. ومش في حلقة الواد بركة أسامة نحب نذكرك حتى فرقة جابس معناها خلال الأسبوع الفارط كيف عملية أخرى نوعية من حيث وسيلة الإخفاء معناها أثناء فرقة الحرس الديواني بجابس أثناء عملية مراقبة مرورية معناها في الطريق شكوا في أحد الشاحنات كانت محملة ببعض البضائع المختلفة شكوا في محتوى جهاز المكيف وبالفعل في وسط جهاز المكيف 10900 حبة مخدرة دونك كما قاعد تشوف معناها سواء المعابر الحدودية سواء وحدات الحرس الديواني قاعدين يتصدوا إلى هذه العمليات ويكتشفوا في هذه العمليات النوعية رغم تنوع واختلاف وأساليب الإخفاء كما قاعد تشوف أساليب إخفاء وتمويه مختلفة كل مرة في 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 بلاصة في المواد الغذائية أحيانا وداخل المكيف كما كان يحكي السيد العميد جوست في ميناء حلق الواد هما مسافرين اللي لقيتوا عندهم المواد المخدرة مش دي ترانسبورتور هما مسافرين عاديين أي ثم عملية مسافر وعملية ترانسبورتور واحد مسافر واحد ترانسبورتور تكثر العمليات هذه بربي سامحني سيد عمي تكثر العمليات هذه في الصيف سي شكري والله صحيح هو في الصيف خطر يمكن تكثر أول حاجة يكثر عدد المسافرين معناه خطر يكثر بيانسير طونك يكثر عدد المسافرين دونك الريسك تاع التدخيل المواد هذه يكون أكثر ثاني حاجة الكونسوماسيون في الصيف تكثر كما تعرف المناسبات والواحد دونك تكثر اكثر الكونسوماسيون اما لكن من نفس الارقام راهي موجود على عام كامل وكما دخلت معاكم ومع جميع وسائل الاعلام وحكينا قداش من مره على الكميات اللي ضبطناها معناها ولات على امتداد عام كامل هالكميات هذيا وقاعدين نشدوا فيها معناها بارقام كبيره وباساليب متنوعه وبالتالي نسور فما اجراءات خاصه في الصيف بيسكو عدد المسافرين يكثر في الفتره هذه بالطبيعه احنا في الصيف كما تعرف عندنا استعدادات كبيره عندنا تعزيز جميع المعابر بالعنصر البشري تعزيز بالتجهيزات والمعدات بالأنياب بأجهزة السكانير تكوين الأعوان متاعنا باش يكونوا مستعدين على النحو الأمثل لاستقبال مواطنينا بالخارج وهذه توصيات من أعلى مستوى سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو على مستوى السيدة الوزيرة أو على مستوى السيد المدير عام للديوانة توصيات كبيرة برشا باش نكونوا مستعدين لعودة تونسينا بالخارج ونوفروا لهم جميع أساليب الراحة عند العودة. سؤال أخير لو تسمح عميد شكري الجبري ناطق باسم الديوانة المواد الأكثر يتم قاعد حجزها في السنة خلينا نقوله الأخيرة إذا كان فما أرقام هل كثرة المواد الكيميائية في تونس ولا على حسب ما قاعدين نسمعه ولا باقي القنب الهندي هو المادة الطاغية بالنسبه للمخدرات اثناء 2024 معناها الى حد معناها الاسبوع هذا عن 188 كيلوغرام من الزطله محجوزات وعن اكثر من 660 الف حبه مخدره وعن حوالي 5.6 كيلوغرام من الكوكايين هذه الكميات المحجوزه خلال وهي ارقام في تصاعد 2024 وهي ارقام مرتفعه ارقام مهمه مقارنه بالسنوات الماضيه نحكي اي صحيح ارقام مهمه بريسك ماشيين في نفس مثلا عندنا الزطله 188 كيلوغرام الى حد الان بريسك الثلث نتاع اللي حجزناها عمناه والمعناها سنه كامله واضح ارقام متباينه كميات مهمه ومحجوزات مهمه كالعاده واضح ومن المنبر هذا نتوجه بالشكر لعوان الديوانه بصراحه طبعا. اللي قاعدين كل مره بصراحه يقوموا بعمليات نوعيه ونقول لهم معناها يعطيكم الصحه ونشدوا على ايديكم وان شاء الله يواصلوا في هالتميز هذا احنا زيد ان نضم صوتنا لصوتك وهي معركه نتاع بلاد معركه نتاع وطن كامل الايفه نتاع المخدرات هذيه واللي قاعد يخوض في المعركه هذيه في صفوفها الاولى هما اعوان الديوانه دونك تحيه لهم من ايفام ومن مواطنين التوانسه الكل شكرا لك عميد مازال عندك تسال عميد لا شكرا سيد العميد وميرسي وشكرا لاعوان الديوانه على الفطنه وحمايه الاراضي التونسيه من افه المخدرات مشكور سيد العميد مرحبا شكرا باه احنا هكا نكون وصلنا لاخر ساعتنا الاولانيه موضوع كاسح المخدرات وفيت مش شوفه معناها ما يوفيش من اللي
طلعت حاجة اسمها مخدر ومعركة متواصلة كل مرة الـ الـ الجانب الشر فيها يقوي في إمكانيات وكيف كيف لازم تشوف وقت اللي تشوف خالد باختصار باش نعلق وقت اللي تشوف فتنة عوان الديوانة في أنهم يعرفوا يعني شكوكهم تكون في محلها بالنسبة للعبيد اللي تهرب الكميات الكبيرة هذه من المخدرات هذا جانب ردعي لأنه المهرب يولي يخمم ألف مرة قبل ما يدخل المخدرات والآفة والسموم ومماذية لبلادنا يولي يخمم ألف مرة أنه أعوان الديوانة فما نسبة كبيرة أنهم يفيقوا به ونسبة كبيرة أنه يتم حجز المواد هذه ويتم إحالته على القضاء دونك إن شاء الله بتضافر الجهود والتقنيات الحديثة وفتنة أعوان الديوانة إن شاء الله تنقص على الأقل في التهريب المخدرات سيرتو عن طريق المعابر الحدودية كما كان يحكي سيد العميد في الجنوب ولا من الجهة الجزائرية ولا زادة كيف كيف في ميناء حلق الواد ولا في مطار تونس قرطاج في تونس في ديوانة بتاع تونس فما كنترول كيس حابش نحكي لك أنيكدوت أنا جمعتين التالي مشيت المغرب كيرا واحد شاكوا فيا خذيتها الحقيقة خذيتها أوكي معناها واحد ومروح من مروح واحد يوم بلوسينة مش مع الفامي مروح واحد من المغرب يقول لك هاي تفضل معناها أي تأخذ على التفتيش معناها خذيتها بكل رحابة صبر وبل بالعكس قلت هاي تو ميو فهمت لازم كل مواطن برحابة صدر يتقبل التفتيش لأنه مثالش مدام معاملة طيبة مدام معاملة باهية ونشدوا على كلمة معاملة باهية ولازمها تكون باهية حتى في التفتيش خويا فتشوا بمعاملة باهية كي تلقى عنده حاجة تفضل اعمل اللي تحب اما اخدموا خدمة الفتنة الفتنة اللازمة مرسي بكو أسامة وصلنا لاخر ساعتنا الاولى من الماتينال سيت ديش نسمع الميتريو مع جيهان الاخبار مع اميرة العجيلي نتقابلوا ان شاء الله في ساعتنا الثانية على اي فيلم